تامر حبيب شخصية خاصة بنفسه بحياته بتركيبته بتاعه. مش مكسوف من اللي بعمله. تامر حبيب يرد على إيناس الدغيدي ويعلن وصيته لأول مرة لما مو تعملوا حفلة كبيرة على سيرتي وشغلوا أغاني ورقصوا واتبسطوا. تامر حبيب يثير الجدل من جديد بتصريحات صادمة فجأة الجميع واللي اتكلم فيها عن تفاصيل وأسرار كتير في حياته. تامر حبيب رد في تصريحاته على المخرجة إيناس الدغيدي اللي كانت اتهمته في رجولته، وكمان أعلن وصيته اللي حيرت كل الناس. تعالوا نعرف تامر قال إيه في تصريحاته الأخيرة. تامر علق على الانتقادات اللي اتوجهت له بسبب إنه حضر فرح في الجونة يوم جنازة الفنان سمير غانم ومنزلش يحضر الجنازة مع إنهم اشتغلوا مع بعض. تامر بقى كان ليه تعليق غريب شوية وقال أستاذ سمير غانم الله يرحمه لو مكاني ممكن هو يعمل كده، لأنه راجل بيموت في البهجة، وأنا يوم جنازته كنت في الجونة وعندي الفرح وكنت عايز أرجع القاهرة أحضر الجنازة وأرجع تاني على الفرح بالليل. السيناريست المثير للجدل كمل كلامه وقال وبكرر كلامي تاني وأنا مسؤول عنه، لما موت عايز كل اللي بيحبوني يعملوا حفلة كبيرة على سيرتي ويشغلوا الأغاني اللي بحبها ويفتكروا المواقف الحلوة ويرقصوا ويتبسطوا، وساعتها أنا حكون أكتر واحد مبسوط في الكون. وصية تامر حبيب أثارت الجدل على السوشيال ميديا، ليتصدر تامر بعدها الترند، وده مش بسبب وصيته بس، لكنه كمان علق على تصريحات إيناس الدغيدي واللي كانت قالت عنه إنه ملوش في الستات وبيحب الرجالة، وقال إنه بيحب إيناس الدغيدي على المستوى الفني والشخصي وإنها صديقته، وكمان قال أنا مش مكسوف ولا عندي حاجة أتكسف ولا خف منها، والموقف ده خلاني أعرف قد إيه صحابي وجمهوري اللي بيحبوني. تامر حبيب كمل رده على إيناس الدغيدي وقال إن التصريحات اللي قالتها اتغيرت في المونتاج، وأنا متأكد إن تصريحات إيناس الدغيدي كانت بترد فيها على كلام اتقال في الندوة، وده مش رأي إيناس الدغيدي عني أبدا. وقال كمان طلع كلام إني أخدت موقف عدائي من إيناس بعد التصريحات دي، لكن بالعكس اتقابلنا بعدها واتكلمنا وشرحت لي إن هي قالت كده ليه، وبعد الموضوع ده قابلت ناس وقفوا جنبي وشكرا إن الموقف ده حصل علشان يظهر لي كم الحب ده. تعالوا بقى أقول لكم إيناس كانت قالت إيه على تامر حبيب بالظبط. إيناس الدغيدي كانت في ندوة واتكلمت فيها عن حاجات كتير تخصها، لكن اللي صدم كل الناس وقتها لما اتكلمت عن تامر حبيب وقالت إنه عنده ميول جنسية مختلفة وإن الوسط الفني كله عارف ده كويس، وكمان قالت إن ده ما عملش مشكلة بينهم وإن صداقتهم لسه مستمرة. دي كانت تصريحات تامر حبيب اللي عمل جدل كبير على السوشيال ميديا. انت قولنا ايه رأيك في وصيته الغريبة ورأيك في رد فعل إيناس الدغيدي.